فيهن المواطنات والمواطنين المغاربة بساهمهم الانتخابي. ثانيا كنشكر كل مصوتة شغل عن أحزاب المعارضة بقدرنا على الوطن. وثالثا يتضمن ويتأسف على من صدرت حقوقهم في التصويت. انتم كتعرفوا هذا الشيء وكوجدتوا هذا الشيء من خلال الفوضى اللي كانت سواء في اللوائح او في مكاتب التصويت. حمل المسؤوليه، حملت احزاب المعارضه المسؤوليه للحكومه باعتبارها هي المشرفه وهي المسؤوله على السير العادي للانتخابات، كما ان قررت احزاب المعارضه عدم الانخراط في اي تحالف يقوده حزب العداله والتنميه.